عملية إسرائيلية خاصة بوحدات خاصة من قبل الجانب الإسرائيلي باتجاه هذه المنطقة باتجاه غرب حماة تحديدا. نتحدث هنا عن مصياف. هذه العملية تحدثت عنها العديد من المصادر المهمة للغاية مثل تلفزيون سوريا في 24 ساعة الماضية كان هو المصدر الأول الذي تحدث عن هذه العملية، لكن اليوم وقبل ساعات من الآن جاء موقع أكسيوس الأمريكي ليتحدث ويؤكد هذه التفاصيل، لكن مع تغييرات بسيطة عما نشر لدى تلفزيون سوريا. والعملية هي تعود إلى ليلة الأحد على الاثنين الماضي، أي قبل 3 أيام تقريبا. إسرائيل فجأة نفذت ضربات كبيرة للغاية على غرب حماة على مصياف تحديدا باتجاه البحر المتوسط. هذه بعض اللقطات من هذه الضربات، كانت حتى هنالك حرائق كبيرة تجاه الأحراش الموجودة حول عدد من النقاط التي كانت قد استهدفتها. وهذه صورة لطبيعة واحدة من التفجيرات التي ظهرت بهذا الشكل، يبدو وكأنه مستودع للأسلحة كبير هو الذي ضرب بهذه الطريقة. ولكن في حقيقة الأمر كانت هنالك عملية خاصة تتم من قبل الجانب الإسرائيلي لم تكشف إلا بعد أكثر من 72 ساعة من هذه العملية. المنشآت تحديدا التي استهدفتها إسرائيل بهذه العملية الخاصة هي هذه المنشآت التي نراها هنا والتي سنقترب منها. كانت إسرائيل تضع خطة لعملية الاقتحام والإنزال تجاه هذه المنطقة وهذه المنشآت تحديدا، ولكن قبل تنفيذ هذه العملية نفذت 3 ضربات شمال المنشأة و3 ضربات جنوب هذه المنشأة. واحدة من الضربات جاءت باتجاه هذا الطريق الذي ترونه، يحاولون قطع الطرق المؤدية لهذه المنشآت. هذه الصورة تلاحظ قبل وهذه بعد، لاحظ التغير على الطريق هنا في التراب يوضح لك أن هذا الطريق قطع وضرب من قبل الجانب الإسرائيلي. كذلك هنالك طريقا أيضا إلى جنوب شرق هذا الطريق، ليس بعيدا أبدا، هو مؤدي للطريق العام في هذه النقطة تحديدا. تلاحظ المبنى، الطريق هنا الملتف بهذا الشكل، هنا كانت الضربة الإسرائيلية، لاحظ كيف أنها قد ضربت. لاحظ هذا المبنى وهذا الشكل الواضح لهذه الضربة الإسرائيلية. كذلك على آخر نقطة وباتجاه آخر نقطة تأتي إلى جنوب هذه المنشأة، كانت هذه المنطقة تحديدا التي أيضا ظهرت صورة في القمر الصناعي توضح أن هنالك تغيرا قد طرأ على هذا الطريق، مما يؤكد هذه الضربة في حقيقة الأمر. وإذا ما اتجهنا إلى النقاط الشمالية المؤدية إلى هذه المنشأة سترى أن إحدى أولى النقاط التي كانت قد ضربت هي هذه النقطة تحديدا هنا بهذا الاتجاه. لاحظ التغير في القمر الصناعي بآخر صورة حتى يوم أمس توضح لك الضربة باتجاه هذا الطريق. كذلك أيضا نقطة أخرى أيضا كانت قد استهدفت إلى شمال المنشأة، أي الطريق المؤدي بالضبط بشكل مباشر إلى المنشأة من الشمال هو هذا الطريق تحديدا. لاحظ كيف هنا تتغير الألوان في القمر الصناعي تؤكد لك أن هنالك قطع أيضا لهذا الطريق. وأيضا الطريق القادم من مصياف مباشرة لهذه المنشأة أيضا إسرائيل قامت بقطعه وضربت هذا الطريق تحديدا. لاحظ التغير في اللون واضح أمامك بأنه قريب من هذا المبنى الذي نراه هنا. وكذلك كانت هنالك أيضا عملية دمار في المنشآت نفسها التي نتحدث عنها تحديدا، هذين المبنيين هي المباني الواضحة من المباني التي كانت قد دمرت. بالتالي الجانب الإسرائيلي كانت لديه خطة واضحة، القيام بتنفيذ ضربة من الضربات التي اعتدنا أن نراها من قبل الجانب الإسرائيلي، لكن أن تأتي وسط هذه الضربة هذه العملية الخاصة. بالتالي الطائرات الإسرائيلية ببساطة قامت بقطع كل هذه الطرق التي تحدثنا عنها هنا وهنا وهذا الطريق أيضا وهذه النقطة وشمال المنشأة، وكذلك قطعوا وضربوا هذا الطريق في نهاية المطاف. بالتالي منعوا هنا الجيش السوري من التفكير أو من القدرة من الوصول باتجاه هذه المنشأة لتقديم أي تعزيزات أو أي إسناد لمواجهة هذه القوات الخاصة الإسرائيلية، لأن هذه القوات الخاصة بحاجة لبعض الوقت لتنفيذ هذه العملية. والهدف هو كان منشأة تحت الأرض صاروخية تابعة للحرس الثوري الإيراني موجودة في هذه المنطقة، وكانت هنالك العديد من الأمور التي تبحث القوات الخاصة الإسرائيلية عن الحصول عليها بعد قطع الطرق على الجيش العربي السوري والفصائل المسلحة وغيرها. جاءت المروحيات تحت نيران كثيفة للغاية، المروحيات التي تحمل القوات الخاصة الإسرائيلية ليقوموا بعملية إنزال بسرعة
باتجاه هذه المنشآت وقاموا باقتحام هذه المنشأة تحت الأرض وتحصلوا على وثائق كما تحدث موقع أكسيوس ومواقع حتى إسرائيلية مثل القناة الثانية عشر العبرية أن هنالك وثائق مهمة تابعة للحرس الثوري الإيراني تحصلوا عليها بالإضافة إلى عدد من المعدات وقاموا بتلغيم ووضع ألغام بهذه المنشأة الموجودة تحت الأرض وبعد ذلك انسحبوا مع نيران قوية من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي ضربت المنطقة بخمس موجات بأكثر من 15 صاروخا باتجاه ست مواقع وبعد ذلك قاموا بتفجير هذه المنشأة بالكامل ليدمروها بالكامل وبكامل صواريخها الموجودة والتي تعتبر نقطة استراتيجية ليس فقط للفصائل والحرس الثورية هنا إلى شمال طبعا لبنان. نتحدث هنا عن الداخل السوري باتجاه شمال لبنان لكي تنقل فيما بعد لحزب الله دمرت بهذه الطريقة التي نراها. بالتالي هنالك الكثير من الأمور والتطورات الغير عادية التي بدأنا نراها على سوريا مع احتدام الأمور باتجاه لبنان.